قرار منع الصيد، صندوق الأزمات، تعويض الصيادين، خطاب المخابرات، تطوير حلقة السمك، رسوم التراكي، عمل مصنع، فصل غريب سليمان، عضو مجلس إدارة جمعية الصيادين، وابن البحر الأحمر أبا عن جدا. الغردقة عامة هي ابتدت أساسا بالصيد، موضوع الصيد يعني أساسا كان قبل ما يلقى أي حد كان هو موضوع الصيد، وأهلها يعني تربوا على كده، وكان مهنتهم حتى من جزيرة الجزر العربية كان جم وهو موضوع الصيد معهم. الأساس بتاعهم يعني ما يقدروش يستغنوا عنه، دي قرار الصيد من كذا سنة، بس كان قرار غير مفعل، يعني كان قرار مش ماشي على الناس. شهر 2 لأول 9، فطبعا كانت فترة كبيرة جدا علشان على الصياد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الصياد عانى كتير في فترة الوقف دي. المنع اساسا بيجي في فتره، يعني هو اصلا موضوع المنع ده موضوع غير مدروس وغير متفق، يعني غير كلنا مش متفقين عليه. ليه؟ علشان هو المنع اللي عمل الموسم، احنا نقول عليه سمك مشى، الموسم ده متربي عليه امال الصياد، يعني جوز ولده، جوز بنته، يبني بيته، الحاجه اللي ناقصاها بيعملها، اللي هو موسم الحصاد بالنسبه للمزارع وفير جدا. فهو موسم السمك ده يعني من اشهر المواسم طبعا، ان هو الشعور كله عارفه. شهر كام وكام وكام؟ يعني انت عندك هو ب 4 5 6 7، دي الشهور الاساسيه اللي هي اصلا، يعني في بعد كده وقبل كده، بس ده اللي هو يعتبر. انت بتقول سبب دراسي بيئه، هو فين المركب اللي عندك يا بيئه المصريه هنا اللي انت بتستخدمه في الابحاث، اللي هو في اجهزه اللي هو بت 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 بتمشي ورا السمكه، بتشوف السمكه دي رايحه فين، جايه منين، هل بت 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 يعني بتنزل بيض. انا شايف ان ما حصلش سمك مشى. يعني ايه سمك مشى؟ يعني السمكه دي ماشيه بتيجي من جنوب البحر يعني الاحمر. الصياد بتقول ده مليون في الميه يعني السمك اللي هو توقيتات المنع بتاعته. ايوه ده سمك بيمشي بالظبط، بيجي من باب المندب، ده الخط السير بتاعه، يعني خط السير بتاعه ده انا عثرت وشفت مع اهالينا هنا وبالاثباتات. يعني احنا اهالينا يقول لك الاول هتظهر هنا وبعدين هيظهر هنا، هيظهر هنا، عشان هم عارفين الاماكن بتاعته. بتيجي هي بتبتدي من باب المندب من الجنوب، بتمر على السودان، بتمر على السعوديه، بتمر مع اهالينا هنا وبالاثباتات. يعني احنا اهالينا يقول لك الاول هتظهر هنا وبعدين هيظهر هنا، هيظهر هنا، عشان هم عارفين الاماكن بتاعته. بتيجي هي بتبتدي من باب المندب من الجنوب، بتمر على السودان، بتمر على السعوديه، بتمر على الشواطئ المصريه، وبعدين تروح شمال وبترجع تاني. يعني السمكه دي اخذتها ما اخذتهاش هي ماشيه. ممكن تروح اسرائيل تستفاد بيها واحنا ما استفدناش بيها، زي اكنه حصه. في معلومه كنت عاملين برضو لقاء مع صياد وقاعدين معاه، ففي معلومه جميله قالها، كان هو في السعوديه ومنعوا سمك اللي هو من اشهر الاسماك اللي هم نقول عليه طراد، احنا نقول عليه ناجل اللي هو الصغير، فمنعوا من اماكن. بقي ان السنه اللي بعدها والسنين اللي بعدها اللي هو الصياد ما راحش اصطاد، ده المكان ده ما يجيش السمك تاني، ما يجيش السمك تاني فيه. ليه؟ علشان السمك ده غريزة، يعني هو مشيه وتفكيره وحركاته بالغريزة. الغريزة دي انه يعني بتحط اكنه بتورثها الاجيال، فبتقول له المكان ده بيكون في الوقت الفلاني في طعم، يروح الحتة دي الطعم. عاملة زي انا لو يعني العديد في المكاتب اللي بيطلعوا القرارات دول بتقعد زرع وبتقعد بره، مش بتقعد بحر خالص. ولو قال لك انا عالم، تعال يا سيدي واحنا بالخبره هنساعدك، هندي لك نصيحه مجانيه. يعني الحمد لله رز منطقه السويس عن البحر الاحمر، وده في قرار وما تنفذش. يعني ده هيكون حل من الحلول. حل من الحلول. ليه بقى؟ طبيعه الصيد، طريقه الصيد، اماكن الصيد بتختلف. ده اللي بيطلع قرارات بالظبط، فطلع قرار غلط وماشيه معاه بالظبط. يعني احنا دلوقتي هم عندهم اللي هو حرفه الشنشله الجر، احنا ما عندناش حرفه الشنشله الجر. فهو لو كان ده ضرر في وقت معين، ضرر ان هو من ضمن، هم بيقولوا ان هو ده من ضمن حاجات الصيد الجائر، لا احنا ما عندناش كده. احنا عندنا الصياد بتاعنا فلوكه من 5 ل 10 متر بالكتير،
ولا 9 متر، معاه موتور مثلا 40 حصان، بيصطاد بالصناره، يعني الصيد يعني مش مضر للبيئه. طيب في حاجه تانية، لو انت جيت وقلت لي لا ده انا عايز احافظ على الزريعه، الشيخ الطيب الكلام ده للجهات التانيه، ال 500 جنيه دي ولا حاجه في الشهر، هو الراجل اتمنع. هي في مصيبه حصلت السنه دي، ان قرار المنع جانا ان هو من 15/5، لا هو ابتدى من 15/4 وكان المفروض ينتهي 1/8، ابتدى 1/9، يعني انت بتتكلم شهر قبله وشهر بعده. يعني لو قلنا ده كلمه خراب على الصياد، فانتوا بتستعجلوا بالخراب، يعني حتى في الخير ما بتستعجلوش فيه. لازم يقعدوا اولا، اي حد جهه تانية اللي هقول لك عليها دي، اولا يكون اللي هو الاساس في الـ في الـ في الـ في الاجتماع ده صياد، صيادين ومن جمعيه الصيادين مثلا، يعني حد من جمعيه الصيادين وصياد، وبعدين اللي عايز يعني اللي عايز يقول قرارات يقعد معانا. يقعد معانا ليه؟ علشان احنا هندله للخير وهنقف معاه. هل موضوع المنع انت ليه في تفاصيل معينه ممكن تسمح بيها بالمنع؟ يعني بالظبط. مفيش مشاكل. يعني انت عندك الشتاء، انت عندك الثروه السمكيه دي ما فادتش الصياد بجنيه، والمصيبه بتعمل ايه بقى؟ يعني مصايبها ورا بعض ورا بعض ورا بعض. اخر حاجه غير قرار الصيد السنه دي، طلع قرار 150 جنيه تراكي على الصياد في الحته اللي هو اصلا بتاعته، يعني بتاعته من قد ده، ما اصلا ما كان في حاجه اسمها ثروه سمكيه، فانت عايز منه 150 جنيه فين؟ في حاجات في مكان بتاعه مش بتقدم له فيه خدمات. هو في ايه؟ هي دي مينا ولا مرسى؟ ده عباره عن مرسى لا قيمه لها، يعني ولا ميه ولا كهرباء ولا حتى من ضمن المتطلبات اللي احنا قدمناها للمحافظه مصنع ثلج بسعر مدعم للصياد. في شويه متطلبات كنا طالبينها من سياده المحافظ، وبصراحه نواب الشعب، في نواب بتيجي تقعد معانا بتحاول اجتهاد، كله هو اجتهاد من النهايه، يعني انا عضو مجلس اداره وبرضه اجتهاد مني، اجتهاد بحاول تعويضات، اجتهاد ان انا بحاول منع الصيد، في مشاكل الصيادين كتير، يعني في من ضمن الحاجات 10 حاجات كنا مقدمينها لسياده المحافظ، هو بيقول ابتدى فيها، وفعلا في حاجه كده الحمد لله، يعني نقول ابتدت. اولا قرار منع الصيد احنا اتكلمنا فيه كتير والناس كلها عارفاه، ان منع الصيد ده يتلغي. اقعدوا معانا واحنا نفهمكم ايه الصح من الغلط بالخبره وبالعلم. في موضوع تاني اللي هو صندوق الازمات والكوارث للصياد، يعني ده صندوق بيخدم الصياد في الازمات والكوارث بتاعته. لا قدر الله، يعني في لسه يعني حوالي حالتين كان في حريق وكده، في حاله مرضى، في حاله عمليات مستعجله، في عمليات كبيره، ده بالنسبه للمرض، في بالنسبه للمواتير بتاعته.